كان شميط يقول: الناس رجلان، فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها، فانظر أي الرجلين أنت. إني أراك تحب طول البقاء في الدنيا، فلأي شيء تحبه؟ أن تطيع الله عز وجل وتحسن عبادته وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة، فطوبى لك. أم لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتجمع الدنيا وتثمرها وتنعم زوجتك وولدك؟ فلبئس ما أردت له البقاء. يقول: الناس رجلان، فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها، يعني متزود من الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة، أو أنه يتزود مما عنده في الدنيا إلى الدار الآخرة، ومتنعم في الدنيا لا يلتفت إلى الآخرة. الإسلام يا أخوان ما منعنا أن نتنعم في الدنيا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الإسلام يريدك أن تتنعم في الدنيا، بس بشرط مع تنعمك في الدنيا أن تحمل زاداً للآخرة، وأن تجعل هذه الدنيا مطية لوصولك للآخرة، وأن تجعل تنعمك في هذه الدنيا منضبطاً بأمر الله تعالى. ما في مانع إنك تروح على منتزه جميل فتأخذ حظك من الراحة، وأن تأكل من أطايب الطعام باعتدال من دون إسراف فتتنعم بنعم الله عز وجل عليك، وأن تصير صاحب مال، بس لا تبقى واقفاً مع هذه الحال. يعني أنت شو هدفك من الدنيا؟ والله بدي حصل شهادة عالية، سي في مليء بالاختصاصات، دخل شهري مرتفع جداً، بشتري بيت فخم، سيارة فخمة، مزرعة محترمة، كل سنة بطلع على بلد من هالبلاد بطوف فيها، وبس نقطة. هلأ كل هذا ما في مانع أن تأخذه، بس خذه من الحلال مو من الحرام، بس لا تقف عنده. يعني هذا الأمر يكون لك ويكون لغيرك، احمل من زادك في الدنيا وتزود منه للآخرة. فإذا كنت صاحب جاه فاستخدم جاهك في خدمة دين الله تعالى، وإذا كنت صاحب مال فاستخدم مالك في خدمة دين الله تعالى. خذ منه نعيمك في الدنيا، بس كمان خذ للآخرة. وإن كنت شاباً فاجعل شبابك في الإقبال على الله تعالى، وإن كنت فارغاً فخذ من فراغك لشغلك. الناس رجلان، متزود من الدنيا يعني للآخرة، ومتنعم فيها ولا يلتفت إلى الآخرة. المطلوب من المؤمن أن يأخذ من الدنيا ليجعلها مطية للآخرة. يقول: انظر أي الرجلين أنت، إني أراك تحب طول البقاء في الدنيا، فلأي شيء تحبه؟ أن تطيع الله عز وجل وتحسن عبادته وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة، طوبى لك. أم لتأكل وتشرب وتلهو وتلعب وتجمع الدنيا وتثمرها وتنعم زوجتك وولدك فقط؟ يقول: فلبئس ما أردت له البقاء.